نعم. أبي لا يقيم الصلاة في المسجد ولا في البيت، فهل إذا أمرته بإقامة الصلاة ولم يصلي هل يجب علي أن أخرج من البيت أم لا؟ عليك أن تنصحه دائما وتجتهد في نصيحته بالأسلوب الحسن والكلام الطيب، وينبغي ألا تخرج لأن وجودك عنده في أسباب هدايته. قال الله جل وعلا للمشركين والوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فأمر الله ولد المشركين أن يصاحبهما في الدنيا معروفا ولم يأمره بالخروج عنهما، فأنت تصاحبه في الدنيا معروفا بالكلام الطيب وقضاء حاجته الزائدة طعامه وشرابه كسوته، تنصح له دائما تدعو له في سجودك في آخر صلاتك وفي كل وقت أن الله يهديه وأن الله يمن عليه بالتوفيق ويفرح قلبه بالإيمان، ولا تخرج عنه لكن بالأساليب الحسنة الكلام الطيب واللين، لعل الله يهدي بأسبابه. ثم أيضا تحرص على الناس الطيبين الذين يعرفهم ويقدرهم حتى يأتوا إليه وحتى ينصحوه ويساعدوك على أسباب الهداية.